قدم إلى سدس بين الثائرين، الأحرار لا يقبلون الخبث بينهم. تجتمع فعاليات الثورة اليوم في حوران لتقول كلمتها المعارضة لأي رعاية روسية لأي حل. ومؤتمر سوتشي المشبوه الذي يحاول سحب البساط من تحت مسار جنيف الأممي هو طريق لإفشال أي حل قادم ولتأخير سقوط الطاغية. نحن مع القرارات الدولية، مع مؤتمر جنيف، مع القرارات التي تضمن الانتقال السياسي وسقوط النظام إن شاء الله. إخواننا في المشرق وإخواننا في الشمال وإخواننا في الغرب كلنا يذبح بعضنا بعض. مؤتمر تحت عنوان لا للسوتشي، مؤتمر الذل والعار، لأنه برعاية القاتل برعاية المجرم وعلى أرض القاتل وعلى أرض المجرم. روسيا استخدمت الفيتو 11 مرة خلال الثورة السورية، 3 منها ضد أو حمت النظام أو سمحت للنظام باستخدام الكيماوي وارتكاب المجازر بكافة الأسلحة المحرمة دوليا. للتمسك بمبادئ الثورة المتمثلة في إسقاط نظام العصابة الحاكمة وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة التراب السوري. تحيا سوريا بشعبها العظيم.